تعودنا. كنا يعني أنا بديت أصوم يعني صحيح من وأنا في السادس ابتدائي، كان عمري 11 سنة، وقبل كنت متقطعة يعني، لكن من السادس كان في حرص من الوالد بحكم والدي رحمة الله عليه شيخ أزهري، هو أول بعثة يعني من البحرين للأزهر سنة 54 وتخرج سنة 58 خذ الشهادة العالمية. فكنا يعني تعودنا على الأجواء ويعني ننام في السطح، لا إذا جاءنا رمضان صادف طبعا في الصيف، وهذه في كل صيف يعني. فالحمد لله مشيت يعني، وكانت الحياة بسيطة، وكانت الحياة ماشية في رمضان زي الفطر يعني، الدوام بالذات مثلا الدوام عادي يعني، نروح المدرسة. أنا أتذكر أقوم الصبح عشان أروح المدرسة، أنا في الابتدائي الثالث ما كنت أعرف أربط الحذاء، الله يرحم والدي يرحم والدتي يعني عايشة هي الله يطول عمرها يعني ويجزاها الله خير عني، قاعد مسكينة أقلق نومها تيني بالصباح وتربط لي تكرم الحذاء مال الرياضة. والحياة بسيطة، والناس يتبادلون الأطباق، قبل ترسلني الوالدة أودي للجيران إذا هي عاملة هريس ولا عاملة ثريد، وكنا الحمد لله الله موفقنا، والدي كان إمام المسجد، فكنا إحنا والمؤذن ساكن في المسجد، فكنا يعني الله سخرنا لنا نودي للفطور كل يوم، فنودي للفطور قبل المغرب يوم أنا ويوم أخوي الأكبر مني أخوي ناصر، ونسحب ونجيب الصينية منه الفجر، لما نروح نصلي الفجر نجيبها، وساعات ننساها الوالدة تزعل علينا شوية، وماشي الحياة الحمد لله يعني. اي نعم دائما كنا نروح محافظين يعني على الفروض، والدي لأن مثل ما قلت لك شيخ أزهري هو إمام المسجد، كان كل يوم يحدث العصر يعني بعد صلاة العصر أساس أن النهار طويل، فيحدث حديث ويشرحه، وكان يعني يتكلم بالعامية، وكان يعني له رواد وناس كثير يحرصون على حرص يوميا، الله يرحمه كان يحرص على هذا الدرس.